الأسرى المصلين، نحن الآن في هذا اليوم المبارك العظيم يوم السبت متواجدين في دار سي أحمد حرزلي المدعو بسفير السلام عبر العالم، فنشكره على هذه الاستضافة القيمة الكريمة. بشاشة وجه المرء خير من القرى، فكيف إذا أتى بها وهو ضاحك. نعم، الشيخ بن حرز الله هو إن شاء الله تبارك وتعالى من أهل السلام، وهذه دار السلام، ومنها إلى دار السلام وهي الجنة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه في هذه المهام التي يقوم بها، ألا وهي الإسلام والسلام. كما لا يفوتني أن أشكر رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الأغواط على اهتمامه بهذا الرجل، لتاريخه ولعمله النبيل ولمجهوداته الجبارة في هذه الدولة وفي غيرها. فأبى إلا أن يبلغك السلام، وأنت من أهل السلام وأهل الإسلام، فنشكره كذلك على هذا الاهتمام. وصلى الله على سيدنا محمد. والكلمة إلى الأخ الشيخ بن حرز الله سفير السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. اللهم أنت السلام منك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم بك أسير وبك أجول وبك أصول. الحقيقة جاءنا ضياف اليوم السيد العلامة السي رميلات الحاج محمد أمين مجلس علمي بولاية الأغواط، والمفتي ولاية الأغواط السيد داموسي مصطفى أحد أعيان الأغواط، مبعوثين من طرف السيد رئيس بلدية الأغواط سي عويس عيسى، الذي أشكره شكرا جزيلا على الاهتمام بمسيرة السلام والمحبة والوطنية. الجزائر تاج قلوبنا، والدعوة للسلام عبر العالم. هي في الحق أنا عندي تاريخ مع العرش المجيد الحرزلية ومع مدينة الأغواط. شايف السي سي محرز الله مسمي على جدي حرزلي، وشفت السي محرز الله في المنام عطيني دعوة الخير الحمد لله، وكرمنا عرش الحرزلية بما فيها السيد الإمام والسيد رئيس بلدية تاع الأغواط وبلدية حسر ملاحة سي دلاعة وبدودة أحمد بدودة أحمد وسي محرز الله وأبطال الحرزلية والأغواط عامة، يسموني أنا عاشق الأغواط. ونبلغ لهم السلام الحار والتحية والتقدير والتمجيد إلى كل ولاية الأغواط العريقة المجيدة والكريمة. شكرا على الضيافة. بارك الله فيك سي أحمد. نحن كذلك نبارك لك ومن خلالك إلى مدينة الصالحين ومدينة الأولياء ومدينة العلم العريقة التي هي منعم أو مسعد أو ما يسمى بمدينة مسعد العامرة. نبارك لأهلها جميعا بولاية متألقة جديدة إن شاء الله نراها في رونق وفي كسوة أخرى إن شاء الله، نتمنى لها الازدهار والرقي. نعم، مسعد برجالها بعلمائها بأوليائها بصلحائها بمخلصيها، لا شك أنها ترقى إلى مصاف الولايات الكبرى العامرة إن شاء الله. هذا ما نتمناه لمدينتنا الثانية، مدينة مسعد، التي أبى الجد الأعظم والولي الصالح سيدي أحمد بن حرز الله الذي هو جد الحرازلية بثلاث عروش، أبى إلا أن يدفن في هذا المكان لأنه من أهل الكشف ولما رأى فيها من الكرامات ومن دفن الصالحين قبله وبعده. فنتمنى إن شاء الله تبارك وتعالى لهذه المدينة، مدينة مسعد وولاية الجلفة بصفة عامة، الرقي والازدهار، كما نسأل الله سبحانه وتعالى الأمن والاستقرار والعفو والعافية للجزائر وسائر بلاد المسلمين. وهكذا نتمنى النصر المبين لإخواننا في غزة وفلسطين، اللهم انصرهم يا رب العالمين، اللهم أيدهم بالنصر، اللهم ارحم شهداءهم، اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تعز الإسلام والمسلمين، وأن ترفع راية الدين، وأن توفق يا ربي من وليته أمر هذه الدولة، اللهم وفقه لما تحبه وترضاه، اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه إن شاء الله، كما نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والصواب لأخينا رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الأغواط الذي كان سببا في هذا اللقاء وفي هذا الاجتماع. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.